قبل ما نبدأ ملخص الفيلم، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في قناتنا الجديدة حكاوي المشهد، لأننا نزلنا فيها فيديو جديد على سر عبقرية أحمد حلمي، هسيب ليكم رابطها في الوصف. بيبدأ فيلمنا في لوس أنجلوس، وبنعرف إن كل 48 دقيقة بتحصل عملية سرقة البنك، وبنلاقي عربية نقل فلوس بتقف جنب كافيه علشان يشتروا قهوة، ولكننا بنلاقي عربية بتقف وراهم وبيخرج منهم ملثمين وبيهددهم بالسلاح، وبنلاقي شخص في عربية الفلوس بيطلب الشرطة، ولكن واحد من الحرامية بيقدروا إن هم يخترقوا إزاز العربية، وبنرجع للضابط المهدد اللي بيبقى يطلع سلاحه ولكن الملثم بيقتله، وبيفجروا عربيتهم علشان يمحوا آثارهم، ولكن الشرطة بتيجي وبيبدأ ضرب نار قوة ما بينهم، ولكن الملثم منهم بينضرب عليه نار، وبعد إطلاق النار بيقدروا الملثمين يخلصوا على كل الشرطة ويركبوا عربية الفلوس، وبيبقى ري متضايق إن واحد من عصابته ضرب نار على الشرطي، وبيقول له دوني إن اللي ضرب نار هو بوسكو، وبنشوف واحد اسمه ماك بيقول لهم على أماكن الشرطة علشان يتفادوها، وبعدين بيوصلوا للجراج بتاعهم، وبيبقى ري متضايق جدا من بوسكو على اللي عمله، وبيسألوا على ماركوس اللي اتصاب، ولكن بوسكو بيرد عليه وبيقول له إن هو أصيب في الشريان وإنه مات، فبيقول ري لليفو يرجع للمكان ويتأكد هو ماركوس مات ولا لأ، ويشوف الشرطة وصلت ليه في التحقيقات، ولما ري بيروح يشوف سيارة الفلوس بيلاقيها إنها فاضية، وبيروح لأوبراين اللي بيدخل بيته متسحب عشان مرته ديب ما تتخانقش معاه لأنه بيرجع متأخر، ولما مراته بتشوفه بتقول له إن هو خاين وبتوري له رسايله مع واحدة، وبتاخد ولادها وبتسيب له البيت وبتمشي، وبعدين بيجي له مكالمة شغل وبيروح لمكان سرقة عربة الفلوس، وبنعرف إن هو ظابط وبيفضل يتكلم مع زمايله، وبيعرف من اللي حصل إن العصابة اللي بيتعاملوا معاهم أذكياء، وبيعرفوا براين إن السيارة كانت رايحة لأخذ الفلوس من البنك وإن اللي سرقوها كانت فاضية، وأثناء كده بيكون بوسكو مراقبهم وبيصورهم، وبتوصل الشرطة الفيدرالية اللي بيكون أوبراين كارههم، وبيقابل منهم بوب وبيفضلوا يكسفوا جبهات بعض، وبعدين بيسيبوا أوبراين وبيمشي وبيجتمع مع زمايله، وبيبقى مستغرب إزاي عصابة ذكية تسرق سيارة فلوس فاضية، فبيلاقي صاحبه بيقول له إن ممكن اللي سرق عربة الفلوس يكون ري، فبيرد عليه أوبراين وبيقول له إن هما كانوا بيتبعوا شخص اسمه دوني وإنه كان صاحب ري، فبيقول له توني إن هو بيشتغل في حانة، وبيروح له المكان وبيستناه لما يركب عربيته وبيكهربه وبيغمى عليه، وبيفوق دوني وبيلاقي أوبراين بيوري له صورته مع ري وبيقول له إيه علاقتك بيه، ولكنه بيفضل يقول له إن هو زبون عنده وإنه ما يعرفوش شخصيا، لحد ما أوبراين بيخنقه وقبل ما بيموت بيسيبه، وساعتها دون بيعترف له إن هو مجرد سواق وإنه عمره ما مسك سلاح، وبيقول له أوبراين إزاي انضمت للعصابة، فبيرد عليه دوني وبيقول له إن بوسكو جاله الحانة وقال له إن هو عايزه في مهمة وإن كل اللي هيعمله هو السواقة، ولما بيسألهم ليه سرقوا عربية فلوس فاضية بيعرفوا دوني إن العصابة مش بيعرفوه أي حاجة، ولما بيسألوا أوبراين عن ري بيرد عليه دوني وبيقول له إن هو ذكي جدا وإنه كان مسجون في سجن فيدرالي، ولما خرج عرفوا بوسكو على دوني وقال له إن هو سواق ماهر، وبعدين قعد ري يختبر فيه علشان يعرف هو يقدر يهرب من الشرطة ولا لأ، وبيقول إن هو فعلا عجبته سواقته وكان أول مهماته بعدها بأسبوع، فبيسأله أوبراين على مكان الفلوس، ولكن دوني بيقول له إن العصابة مش بتتكلم معاه كتير، فبيقول له أوبراين كمل شغلك معاهم وهيدنهم على التواصل، وأثناء ما دوني في الحافلة بيكلمه ري وبيقول له يقابله في مكان معين، وبنرجع لأوبراين اللي بيقول له زميله إن هم لقوا بصمات ري على جثة ماركوس، وإنهم اتأكدوا إن ري هو اللي قام بالعملية مع باقي العصابة بتاعته اللي بتبقى متكونة من رياضيين وأشخاص كانوا بيشتغلوا في البحرية، وبنعرف إن هم ما بيقتلوش رهاين وإنهم بس بيقتلوا الشرطة، وبيروح لري اللي بيقول لدوني إن هم بيخططوا لسرقة أكبر بنك في لوس أنجلوس وإن البنك ده عمره ما اتسرق قبل كده، وبيفضلوا يتكلموا على الحراسة بتاعة البنك وكاميراته الكتير، وبنعرف إن سرقته خطيرة جدا، وبيقول ليهم ري إن كل الشوارع اللي بتأدي للبنك فيها كاميرات ولو لقطت واحد بيعدي أكتر من مرة بيبحثوا عنه في سجلاتهم، وإن حتى الفلوس اللي بتتحط في البنك عليها رقم تسلسلي، وإنهم بيفصلوا الفلوس الجديدة عن القديمة يوميا، وإن القديمة بينقلوها وبيشيلوا منها الرقم التسلسلي وبيحطها في جهاز تقطيع، وبيقول لهم إن هم بيقطعوا 30 مليون دولار يوميا، وإن لو هم قدروا ياخدوا 30 مليون قبل ما يتحطوا في جهاز التقطيع محدش هيدور عليهم، وبنرجع لأوبراين اللي بيقول لزمايله إن السنوات اللي اتسجن فيها ري ما كانش فيها أي عمليات لسرقة البنوك، وإن لو قبضوا عليه هيحلوا المشكلة تماما، وبعد ما بيخرجوا بيجي محامي لأوبراين وبيقول له إن تم استدعاءه للمحكمة لأن مراته عايزة تخلعه، وبنرجع لري اللي بيشرح الخطة للعصابة وبيقول إن هم هياخدوا الفلوس في عربة نقل الفلوس اللي سرقوها، وبيقول إن كل يوم الكهرباء بتقطع على المنطقة اللي فيها البنك اللي هيسرقوه، وإن في الوقت ده الأشخاص اللي بيعدوا الفلوس بيمشوا من المكان، أما الكاميرات فبتفضل شغالة لأن الكهرباء بتاعتها منفصلة عن الكهرباء بتاعت البنك، وبيقول إن هم هيستخدموا
بيستخدموا نبضة كهرومغناطيسية تشوش على الكاميرات علشان يقدروا ياخدوا الفلوس، وبتبدأ الخطة وبيلاقي دوني متنكر في زي ديليفري عشان يخش البنك، وفعلا بيسمحوا له بالدخول. وبعد ما بيقدم الطلب ويخرج من البنك وبيكون أوبراين بيراقبه، وبالليل بيكون دوني والعصابة بيتعشوا، فبيجيله أوبراين وبيفضل يكلمه علشان يضغط عليه ويقول له معلومات أكتر عن العصابة وإيه اللي ناويين يعملوه، وبيبقى ري عارف إن أوبراين ظابط وإن في حاجة بينه وما بين دوني، فبيضربوا دوني بالليل في الجراج بتاعهم لأنهم بيبقوا مفكرينه شرطي، ولكنه بيقول لهم إن أوبراين عارف عنهم كل حاجة، وإنه لما سأله رد عليه وقال له ما يعرفش لأنهم فعلا ما بيعرفوش حاجة. فبيسيبوا ري وبيقول له يقول لأوبراين إننا هنعمل عملية يوم الجمعة، وبنرجع لأوبراين اللي بيروح لبيته وبيبقى موجود راجل عايز يتجوز دب لما تتطلق من أوبراين، ولكن أوبراين بيقول له إن هو هيقتله لو حتى قرب منها. وبعدين بيجي له دوني وبيقول له إن العملية هتتعمل يوم الجمعة، وبيقول له اسم المصرف وإنه ما يعرفش أي معلومات تانية. وبعدين بيروح أوبراين لري وهو بيضرب نار، وبيضرب نار جنبه تهديد ليه، ولكن ري بيضرب نار بسرعة جدا وبيسيب المكان. ولما بيشوف أوبراين تصويباته بيلاقيها كلها في المكان الصح. وبيجي يوم الجمعة وبيلاقي أوبراين بيروح لبنته اللي بتبقى زعلانة جدا على اللي بيحصل ما بينه وما بين أمها، وبيبقى نفسها ترجع للبيت ويكون هما الاتنين كويسين مع بعض، وبيقول لها أوبراين إن ده هيحصل قريب. وبعدين بيروح لمكتبه علشان يستعد هو وزمايله يوقفوا عملية السرقة. وبنرجع لري وعصابته اللي بيتجهزوا للعملية، ولأول مرة بيطلب ري من دوني إن هو يمسك سلاح في العملية ديت. وبنروح لأوبراين وزمايله اللي بيقفوا عند البنك اللي قالوا ليه دوني، وبيلاقوا العصابة نازلة واقتحمت البنك. وبنشوف ري بياخد الناس كرهائن وبيقول للمسؤول عن البنك يتصل بالشرطة ويقول لهم إن في عملية سطو على البنك، وإنه عايز 10 مليون دولار خلال ساعة عن طريق مروحية، وإن كل ساعة تأخير هيقتلوا رهينة، وإن لو حد اتصل يتفاوض برضه هيقتلوا رهينة تانية. وبنرجع لأوبراين اللي بيجيله إنذار من الشرطة بالسطو، وبيبقوا مستغربين لأن عصابة ري مش بتشتغل بالطريقة دي، فبيقول لشرطة لوس أنجلوس ما تجيش البنك وإنهم مسيطرين على الموقف، ولكنه بيلاقيهم وصلوا وبيقول لهم يرجعوا، ولكنهم مش بيعملوا كده. وبيلاقي بوب بيجي وبيزعق لأوبراين، ولكنه بيقول له إن دي قضيتي وإن المفروض ما كانوش يجوا. وبنرجع للمسؤول عن البنك اللي بيجيله اتصال من الشرطة الفيدرالية للتفاوض، ولكن ري بيقول لواحد من العصابة يقتل الرهينة، وفعلا بياخدها الأوضة وبيسمع أوبراين صوت ضرب النار، فبيهزق بوب على اللي عملوه. وبيروح للمسؤول عن البنك وبيتصل بيه نفس الشخص وبيقول له إن بعد 90 دقيقة الفلوس هتوصل، وفعلا ري بيوافق. وبيلاقيه بيتصل بأوبراين وبيقول له إن هو مش هيسمح ليه يدخله السجن تاني، وبنسمع صوت تفجير علشان ياخدوا الخزنة اللي في البنك. وأثناء ما أوبراين بيفهم هندسة البنك بيعرف إن هو متصل بأنابيب صرف صحي، وبيعرف إن هما ممكن يهربوا عن طريقه لما حصل التفجير. وبيلاقيه بيخش البنك وبيلاقي رهينة لسه عايشة وما ضربوش عليها نار، وبيلاقي فتحة في الأرض وبيعرف إن هما هربوا منها، وحاليا بيسرقوا البنك الحقيقي اللي فيه 30 مليون دولار. وبيروح وراهم وبيروح لماكي اللي بيخترق اتصالات البنك الفيدرالي وبيقول لهم إن في عربة نقل فلوس جاية علشان تنقل الفلوس اللي هتتقطع، وفعلا بتوصل العربة اللي فيها العصابة وبيدخلوا البنك وبيستلموا الفلوس اللي المفروض يودوها للي بيعدها واللي بيكون اسمه لويجي. وبيلاقي ري بيقول لبوسكو يقفل الكهرباء، وفعلا بيعمل كده، وبيخرجوا كل الموجودين في المكان. وفي الوقت ده بيكون أوبراين فاهم اللي بيعملوه وفي طريقه ليهم. وبنرجع لري اللي بيقول لدوني يشغل النبضة الكهرومغناطيسية، وفعلا بيعمل كده والكاميرات بيتشوش عليها. وبيلاقي دوني مستخبى في حافظة من حافظات الفلوس، وبيطلع وبياخد الفلوس في أكياس وبيحطها في صندوق الزبالة كأنها اتقطعت، وبيقدر ان هو يهرب قبل ما لويجي يرجع. وبعدين بوسكو بيرجع الكهرباء وبيلاقي عربة الزبالة بتاخد الصندوق اللي فيها كيس الفلوس، وبيقدر دوني يخرج من فتحة التهوية وبيلاقي عربية الزبالة بتتبدل مع عربية تانية. وبنروح لدوني اللي بيخرج من البنك، وبنرجع لبوسكو اللي بيروح ورا عربية الزبالة وبيركبها وبيمشي، وبيلاقي أوبراين وزمايله بيمسكوا دوني وبيركبوا العربية معاهم وبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما بيقول لهم على مكان ري وباقي العصابة. وبتروح الشرطة للمكان وبيبقى في زحمة شديدة، فبيأيدوا دوني وبتبقى العصابة بتجهز سطراتها الواقية للرصاص، وبيحصل اشتباك ما بينهم وبيموتوا كل أفراد العصابة. وبعد إطلاق نار بيقدر أوبراين إن هو يخلص على ري، ولما بيرجع لدوني بيلاقيه هرب وبيشوف الأكياس بتاعة الفلوس وبيلاقي إن مفيهاش الفلوس، وبيبقى مستغرب إيه اللي بيحصل. وبعدين بيكون في الحانة اللي المفروض بيشتغل فيها دوني، وبيعرف من رئيس الحانة إن هو استقال، وبيشوف صورة تجمع ما بين دوني وماك المسؤول التقني للعصابة. ولما بيخرج بيلاقي البنك الفيدرالي جنب الحانة، وبيفهم إن سرقة البنك كانت فكرة دوني وإن هو اللي خطط لكل ده. وبنروح للندن وبيلاقي إن دوني وماك هناك، وبنعرف إن دوني قدر يفك الكلبشات واتفق مع صاحب عربية الزبالة إن هو يبدل العربيات، وإن هو وماك بقى
معاهم 30 مليون دولار.